السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كثيرين يمرون بهالحياة وما يعرفون هو شنو الشيء اللي يعتبرونه فوزه. بمعنى، من رياض الأطفال الروضة إلى الثانوية، كلية، جامعة، معهد، من هذه الفترة، فترة ما بعد الثانوية وفترة رياض الأطفال، أنت في حالة من القطار، راكب قطار، القاطرة الأولى رياض الأطفال، ثم الابتدائي، القاطرة الثالثة المتوسطة، القاطرة الرابعة هي قاطرة الثانوية، تجي للقاطرة الأخيرة. في ناس يدخلون الجامعة، كلية، معهد، وفي اللي يتوظف على طول. فالناس يركبون قاطرات مريحة في قطار حياتهم المهنية، في قطار حياتهم اللي تقيس إنجاز دنيوي. فشون تقيس إنجازك الدنيوي؟ شلون تنام الليل وتقول أنا اليوم فزت، أنا اليوم نجحت، أنا اليوم سويت شيء زين، مشى الوقت وأنا مستفيد؟ المعايير المريحة أيام الدراسة هي الشهادة، أنت كم جبت من درجات وخلاص. بس لما الواحد يدخل في الحياة المهنية، هذه المعايير تقل في صرامتها. ممكن واحد عنده وظيفة، وهذا نادر جدا في الوطن العربي، يكون فيها إذا أحسن العمل يقدر. هذا شيء جدا نادر في الوطن العربي. فممكن الواحد يعيش طول حياته وهو مو عارف شنو اللي يعتبره فوز. إنه يشيل حديد هذا فوز، إنه يقرأ 5 كتب مثلا بالشهر هذا يعتبره فوز. شنو اللي أنت تعتبره فوز؟ إذا ما كان في بالك شيء تعتبره فوز، بتعيش حياتك تعبان. هني تجي أبدية الحياة، حياة الآخرة، الدين اللي هو الفوز الأبدي الدائم اللي فعلا له قيمة، مهما لو اختلفوا الفلاسفة ووجهات نظر والسوالف هذه كلها قطع بالزبالة. النجاح الواقعي الدائم الأبدي هو الآخروي لا نهائي، جنة للأبد خلاص. فهذا شيء يعطيك طمأنينة وسكينة وراحة بال إنه في دين. رد للدنيا، معيارك في الدنيا المؤقتة هو شنو هو للنجاح؟ متأسس بالدين. فالدين هو اللي يعطيك الطمأنينة والسكينة اللي فيهم تقدر تقول أنا ما أحتاج أركض بهالدنيا، ولكن في نفس الوقت ما أحتاج أني أتنح بعد، مو أن خلاص أقفل ما عاد أبي دنيا أطلقها ليتزوجها الكافر بهذا المعنى يعني. لا، فأكثر شيء يتعب الإنسان ويبهدله أنه ما يعرف له فوز دنيوي، يتعب بحياته المؤقتة، إنما في الآخرة فدائما وابدا كفى بالدين هدى. خاطرة ليل قبل ما أنام، الحين الساعة 2 الفجر، باقي شوية على أذان الفجر، شكلي بغط شوية وراها بقوم وبرد أنام. يوم سبت عندنا إجازة، بقوم أصلي الفجر وراها أرد كمان أنام. شكرا لحسن الاستماع يا أحبابي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا ريت تقولوا لي رأيكم في التعليقات، رأي حقيقي يعني، قولوا لي رأيكم. أنا ما أبي رأيكم عشان يعني تزيد مشاهدات، أنا فعلا أبي رأيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لوقتكم.